وأنا أتذكر لما كنت في الدعوة كنت أذهب إلى بعض الهجر، بل ذهبت إليها كلها اللي في المنطقة الشرقية كلها، زرتها كلها الهجر، هجر بني هاجر، جوف بني هاجر، وادي المياه، ورحت هجر بني مرة اللي في الربع الخالي كلها، إلى يبرين، إلى الخل، درتها كلها. فأتذكر أني أمر بعض الأحيان وإذا فيه طفل جالس على دكة وعنده زمزمية شاهي وقهوة وسطل فيه الماء محطوط فيه البيالات والبناجين، ومن يشوفنا قلطوا تفضلوا تفضلوا. هذا لماذا؟ لأن أبوه نمى فيه الرجولة، تلقاه صغير عمره 10 سنوات، 10 سنين، يعني 10 سنوات ولا 12 سنة، وهو كبير لكن عنده ثقة في النفس، ويعرف أنه إذا قلط الرجاجيل مو بيجي أبوه ويهدم شخصيته، يقول له وش لكبهم ولا ليش ناديتهم ولا ليش قلطتهم. فزرع الثقة في هذا الطفل تعطيه ثقة في نفسه، وتكلمه وتتفهم أفكاره وتعيش معه على قد عمره. يعني مو بأنك ترى نفسك أنك رجل كبير أو حست شهادة عليا وهذا الطفل صغير وتحتقره، لا، عش معه في 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 سنينه وفي عمره وفي مستواه، ونم الثقة في نفسه وخله يشعر أنه رجل.